السلام عليكم، وياكم حسين انجل. اليوم حبيت اشوفكم طار المطران. المطران اللي هو الشمالي الجبلي طار المطران. طبعا طار من مغردات، يغرد تغريده كلش حلو، بس صوته كلش ناصي باثناء التغريد ماله. طبعا مثل ما تشوفون هذا الفحل اللي هو لونه اصفر واسود، وهاي طائرته العصفوريه. طبعا هذا موسمهم اللي هو الصيف، موسمهم تكاثرهم بهذا الصيف، يعني من تموز الى اب الى كل الاجواء، هو هذا موسم تكاثر هذا الطير المطران. طبعا بالشتاء هذا يتغير شكله جذريا، راح يرجع نفس الطير، وما تعرف الطير من الفحل لان يذب هذا اللون ماله كله. طبعا بي ثلاث الوان، اللي هو اللون الاحمر ولون البرتقالي طوخ واللون الاصفر اللي هو ساره يبان كلش. طبعا هواي ناس يجي تعرف شلون تنتج من هذا الطير. هذا الطير كله صعب انتاجه، يعني صعب قد ما تتصور، لان طير بري هسه مثلا عندنا عصفور، مو هو بري بس هو العصفور يحب له، يعني اذا لقى له زرفه بحائط راح يعشش بيه ويستقر وما له شيء. هذا لا، هذا طير يحب يسوي عشه بيده، يعني فره فر، يعني اول ما يبدي بحلقه وبعدين تمشي الحلقه ويكمل العش ماله. مثل ما واضح عندنا كانت العشاش الخوص شلون الفتحه مالتها دائريه ومجروح هيجي، هذا لا بعد اكبر من الخوص اللي معروف عنه مال فنادل، اكبر ويحب هو هذا العش ماله حتى ينتج به. يعني شويه كلش من الصعوبه انتاج ماله، وانا افضل به بالهدد يكون هو افضل له، يعني يقدر يشعر انه هو بالبريه وراح ينتج. طائر هو حلو مغرد وحلو، طبعا سعره كلش غالي حاليا لان ماكو قليل من عنده، استوردوا من عنده ولحد هسه ما حد قدر ينتج، فظل سعره كلش عالي. ان شاء الله راح انتج من عنده بالقفص. طبعا دائما انا يعني اختلف ويا الطير، لازم ينتج عندي داخل الخانه، الخانه لازم ينتج عندي، لان انا اصبر على الطير وما عاد انطي تحفيزات وانطي بروتينات تخلي الطير ينتج بالموسم ماله الصحيح، وما يعني انطيه عده عشوشه اللي حتى اوصل بيها مرحله، يعني مثلا اجرب بي شهر اقل الشهر بعش، شنو سوى بي هذا، عجبه ما عجبه، وراها راح ابدل العش ماله وانطيه غير عش، وهم اجرب وياه وانتظر، ما عجبه هم نفس الحاله انطيه غير عش وهم راح اجرب وياه لحد ما اوصل وياه نتيجه الانتاج. يعني صح مزعج بالانتاج، بس ان شاء الله ان شاء الله نحصل من انتاج، وهم ان شاء الله راح اشوفكم انتاج اذا انتج بحيل الله هذا الطير الشمالي. تحياتي وياكم محسين انجل، مع السلامه.